بدايتي مع موهبة كانت يوم كنت في صف سادس ابتدائي، سجلت في مسابقة موهوب وترشحت للدورات الأساسية. طبعا هي تبدأ باختبار إلكتروني، بعدين اختبار تحريري، بعدين الدورات الأساسية اللي تقام في المنطقة. الحمد لله وصلت الدورات الأساسية، كان في سنتي ثلاث دورات أساسية عديت الأولى، عديت الثانية، وصلت الثالثة، لكن ما تأهلت إلى الملتقيات اللي بعدين تصير الملتقيات الشتوية والصيفية، فاضطريت إني أسجل في الفيزياء بعدين لأن الرياضيات حق صف خامس وسادس ابتدائي وقتي. فسجلت بالفيزياء أول متوسط لكن ما عديت الاختبار التحريري، سجلت في ثاني متوسط الحمد لله عديت الاختبار التحريري، ففي ثالث متوسط في ثاني متوسط الاختبار الإلكتروني كان في نهاية السنة، ففي ثالث متوسط اختبرت الاختبار التحريري وتأهلت للدورات الأساسية. الحمد لله كان دورتين أساسيتين، في الدورة الأولى جبت الأول على المنطقة، والحمد لله في الدورة الثانية بعد ما خلصنا الدورة الأساسية في الرياض ترشحنا بس أنا ويا واحد لملتقى الشتاء، كان في الجبيل عام 2019. وصلنا ملتقى الشتاء الحين وفيزياء أنا الحمد لله في هذا الملتقى جبت الميدالية الذهبية. وبعد الملتقى هذا الشتاء، طبعا هو كان ملتقى واحد فيزياء في عام 2019 اللي هو يقام قبل التدريب المكثف، بعدين وصلت إلى جامعة الملك عبد الله التدريب المكثف هنا. طبعا التدريب المكثف يستمر لعدة شهور اللي هي 3 شهور تقريبا، هذا عام 2019. والآن الحين خلاص صرت أمثل المملكة الحمد لله في المسابقات الدولية، بعد تدريب دام من 2019 2020 21 وحين 22، يعني تقريبا 4 سنوات. شاركت خلال هذه السنتين في 8 مشاركات دولية، الحمد لله حققت 7 جوائز. حققت ميدالية برونزية في أولمبياد شمال البلطيق السنة الماضية، وميدالية فضية هذه السنة، وحققت ميدالية برونزية السنة الماضية في الأولمبياد الأوروبي، وأيضا هذه السنة حققت برونزية، وحققت في الأولمبياد الدولي برونزية السنة الماضية، وهذه السنة حققت في الأولمبياد الأسيوي شهادة تقدير، وحققت في الأولمبياد الخليجي ذهبية، وإن شاء الله باقي لي مسابقة أخيرة اللي هي الأولمبياد الدولي. كيف دخلت الفيزياء؟ زي ما قلت لك، كنت أنا أبغى شيء له علاقة بالرياضيات، فكان أقرب شيء له الفيزياء، فدخلت الفيزياء والحمد لله شفت يعني فيها رياضيات اللي ما كنت أعرفها من قبل، بس يوم عرفتها حبيتها، اللي هي التفاضل والتكامل. إن شاء الله أنا مخطط أني بعد ما أخلص من المرحلة الثانوية بروح جامعة البترول، مخطط أني أدرس إلى الآن الرياضيات التطبيقية في بالي، فمع الرياضيات التطبيقية أيضا ناوي أني أدرس دبل ميجر اللي هو تخصص ثاني مع تخصصي. إلى الآن ما حددت وش هو التخصص الثاني، لكن فيه أكثر من تخصص موجود بس ما بعد أحدد وش هو بالضبط. في بالي هندسة كهربائية أو فيزياء تطبيقية مع الرياضيات أو شيء له علاقة إلى الآن ما بعد أعرفه، يعني ممكن أعرفه بعدين. ليش بدرس تخصصين في وقت واحد؟ عشان والله ودي أعرف أكثر، يعني علم أكثر، هذه نقطة. النقطة الثانية إن اللي أسمع إن الرياضيات التطبيقية بعدين ممكن يكون ما في مجال وظيفي. حلو، طبعا انا خطتي اني بدخل رياضيات تطبيقيه عشان بعدين اصير باحث، يعني بكمل ان شاء الله الماستر والدكتوره، لكن لو فرضا ابغى وظيفه بيكون عندي تخصص ثاني يساعدني في المجال الوظيفي. هو قبل الاولمبياد اي نعم كنت متفوق، لكن مو نفس المهارات اللي الحين املكها كانت عندي. الحين مهارات تخليك خلاص تضلج بنفسك في الحياه. أول شيء تعلمت من التدريب إنك تقدر تتعلم بنفسك أي شيء تبغاه تقريباً، فهذه اللي تعلمتها، هذا أكثر شيء تعلمته في الأولمبياد، إن تقدر تطلع مصادر من الإنترنت كثيرة وتتعلم منها. ثاني شيء تعلمت إنه هو مهارات شخصية، إن تقدر تتحمل الضغط اللي عليك، مع إنه جداً كبير الضغط هنا بس إنك تقدر تتحمله عادي. هذه من المهارات الشخصية. إيه نعم، إذا كنت قاعد تنضغط في شيء أنت تستمتع فيه عادي تقدر تتحمله، فيهون عليك. يعني أنصح أن يشارك في مسابقة موهوب اللي هي نقطة البداية حق تمثيل المملكة في الأولمبيادات، وزي ما قلت أن هذه مو بس راح تزيدك علم،
هي راح تغير جوانب شخصية في حياتك. صغير لما كنت أبوي كان يحببني في مجال الأسئلة اللي فيها تفكير، طبعاً هي الآن بسيطة بالنسبة لي، بس يوم كنت صغير كانت تحدي. فكل مرة كان يسألني أسئلة ولما أجاوب يعطيني مكافأة. وممكن ظروف الحياة بعد ما تكبر تحفزك زيادة أنك تتعلم، وإن شاء الله أرفع رأس أبوي. وهذه القصة هي اللي حفزتني أني أوصل لهذا المكان بفضل الله، بعد فضل الله.